كثير حلو. يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. فرقة معان للفنون الشعبية أكيد رح يكونوا معانا مش بس هلأ ولكن أيضا طيلة ساعات حلوة يا دنيا من هلأ لحد الساعة 11:30. اسمحوا لنا الآن نرحب في أول ضيوفنا. أهلا وسهلا بالدكتور محمد رصاعي من جامعة الحسين بن طلال، حضرتك أخصائي في علم الاجتماع، وكمان نرحب في الإعلامي والصحفي السيد قاسم الخطيب. أهلا وسهلا بك. يعني شوية رح نحكي الآن نواحي أكاديمية شوية، نروح نتفت علم وكمان كمان إعلام. صباحكم سعيد وأهلا وسهلا. نورتونا. أهلا وسهلا فيكم. الاستاذ قاسم كان عم بيقول لي لسه ما شوبت الدنيا هلا براد بعدها. اهلا وسهلا فيك، نورتونا. واكيد بيسعدنا وجودنا معكم ووجودكم معنا. حلوه يا دنيا. اذا بدنا نبدا نحكي مع حضرتك دكتور محمد، كونك متخصص بعلم الاجتماع، عن اكثر ما يميز يمكن التركيب الاجتماعيه والعشائريه في جنوب الاردن وبالاخص في محافظه معان. في البداية بود أرحب في قناة رؤيا وجميع فريق العمل على استضافتهم لهم وتواجدهم بيننا اليوم. محافظة معان التركيبة الاجتماعية لها هي مماثلة للتركيبة الاجتماعية للأردن. التركيبة الاجتماعية في محافظة معان فيها البادي، فيها الحضر، فيها الريف، وهاي التركيبة الاجتماعية يعني كانت تمد المجتمع المحافظة بنوعية أو متانة في العلاقات الاجتماعية منذ بدايات تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. فعلى سبيل المثال إذا بدنا نتحدث عن الفترات اللي كان فيها المجتمع الأردني إجمالا مجتمع منتج، كنا نشهد علاقة حميمية نستطيع أن نوصفها بعلاقة الشراكة في لقمة العيش. كان ابن مدينة معان يعني يزور أو يذهب أو يشترك مع ابن البادي وابن الشوبك وابن البتراء في عملية الزراعة والبذار وموسم الحصاد وجني الثمار. هذا الشيء وطد العلاقة وخلى فيه يعني حميمية كبيرة بين أبناء العشائر وأبناء القبائل في مجتمع محافظة معان. حلو كتير، وإن شاء الله هذا الإشي دائما موجود ويستمر. إن شاء الله بيستمر. أهل معان وعشائر معان ويعني بتوارثوا هذا العادات الرائعة العائلية يعني جيل عن جيل بإذن الله. بدي أسأل سيد قاسم، يعني معلش هيك سؤال شوية من الحياة الجديدة اللي عمالنا بنعيشها. نعم. كونك أنت صحفي وكاتب وإلك نشاط إعلامي واضح، بدي أسألك على موضوع الإعلام الجديد، مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلها في معان. نعم. وكونكم انتم يعني صحفيين واعلاميين من معان، كيف انعكاسها على العمل الاعلامي في معان؟ كيف تفاعل الناس معها؟ اخي فؤاد، اولا دعني اشكر يعني قناه رؤيا على هذه البادره الجديده اللي راح تجوب فيها كل محافظات الوطن من الرمثه شمالا وحتى العقبه جنوبا لتسليط الضوء على الاماكن السياحيه والتاريخيه والعادات والتقاليد اللي بتمتع فيها الشعب الأردني، هذا الشعب الكبير بأخلاقه وبكرمه رغم صغر حجم هذا الوطن، ولكنه سيبقى كبير إن شاء الله برجالاته وأبنائه وقيادته. إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا بديم علينا أولا نعمة الأمن والأمان اللي بنتمتع فيها. وأنا بدي يعني أعقب على سؤالك اللي تفضلت فيه، حقيقة الإعلام بيلعب دور كبير يعني بمختلف وسائله المرئي والمقروء والمسموع. مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير في تقليل المهنية من الإعلام إذا أردنا أن نتحدث بمصداقية حقيقة. تقليل المهنية. تقليل المهنية. لأنه أصبحت المواقع الإلكترونية يعني مع احترامي لكل مواقعنا وتغطيتهم اللي على مدار الساعة، إلا أنه في بعض الأمور يعني حقيقة ما بتراعي المهنية الإعلامية. أيوه. بالشكل الصحيح. الإعلام الآن يعني في الآونة الأخيرة كما شاهدنا يعني أصبح للفضائيات دور كبير، للبرامج السياسية الاقتصادية الاجتماعية، أيضا الإعلام المسموع لعب دور قوي ولا يزال يلعب حقيقة، رغم أنه ثورة الإعلام الإلكتروني أخذت يعني من الإعلام المقروء نسبة كبيرة، إلا أنه الحمد لله يعني ما دامت المهنية اللي بتمتع فيها والإعلامي إذا كان بتمتع في مهنية يعني بيستمد قوته من نظافته. وفي تفاعل مع أكيد مع أهل أكيد المحافظة. أكيد. دكتور قاسم، حضرتك أيضا مدير إذاعة معان، صحيح المعلومة؟ أنا
مذيع في إذاعة معاً. مذيع في إذاعة معاً، نعم. يمكن إحنا بنحب نعرف أكثر كل الأشخاص يمكن اللي عم بيتابعونا سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة عن طبيعة البرامج اللي بتبثوها عبر أثير إذاعة معاً. يعني يمكن دائماً الإذاعات المجتمعية بتكون معروفة من قبل أبناء المحافظة، ولكن يعني كل محافظة إلها مثلاً إذاعة معينة أو متنفس معين. ست رهف، يعني حقيقة إذاعة صوت الجنوب معانا الجديدة هي أول إذاعة مجتمعية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. هذه الإذاعة تأسست يعني بجهد حقيقة من إنسان يمكنه أنا بعتبره الحاضر الغائب، اللي هو الدكتور باسم الطويسي أبو الحارث. هو صاحب الفكرة، هو إعلامي مميز كان في جامعة الحسين، بادر وعمل حقيقة جاهدا أثناء ما كان معالي الدكتور عادل الطويسي أول رئيس لجامعة الحسين بن طلال. فبدأت هذه الإذاعة بهذه الفكرة، والحمد لله الآن الإذاعة تحظى بقاعدة جماهيرية على مستوى مساحة البث في إقليم الجنوب. في برامج ثقافية، برامج دينية، برامج اجتماعية، برامج سياسية، يعني هناك برنامج على غرار برنامج البث المباشر في الإذاعة الأردنية والبرامج الخدماتية في الإذاعات الأخرى، اسمه صوت الناس، يحظى بمتابعة كبيرة، يعمل على متابعة قضايا المجتمع أينما كانت في المحافظة كمحافظة وباديتها بألويتها بأقضيتها. والحمد لله تفاعل المسؤولين حقيقة وتجاوبهم مع القضايا التي تطرح من خلال هذا البرنامج تفاعل كبير، وأنا بقدم كل الشكر لكل اللي بتعاملوا وتعاونوا مع وسائل الإعلام أينما كانوا حقيقة. دكتور عامر، هلا علم الاجتماع دكتور محمد هو عامر المخرج عشان هيك شايفين أرؤوني قد ما بغرم عامر فعقلنا بكون بعامر. دكتور محمد، علم الاجتماع واسع، علم الاجتماع متنوع، لأنه المجتمع أصلاً متنوع وعلاقاته متنوعة. هل باعتقادك أنت كأكاديمي تدرس هاي المادة، وخاصة أنا بسألك يا كونك تدرس في جامعة الحسين بن طلال في معان لا شباب وصبايا معان، لو أنت درست هاي المادة في مجتمع آخر في عاصمة أخرى إن كان عربية مش شرط في الأردن، هل يختلف يعني هل يختلف تدريس هاي المادة من عن تدريسها مثلا في معان؟ يعني مثلا في معان إحنا عم نتحدث على مجتمع مترابط عائليا وعشائريا. حقيقة ما في الفروق الكبيرة اللي تشهدها في الغرفة الصفية أو في نوع التفاعل بين الجسم الطلابي في داخل الجامعة. معظم الكادر التدريسي اللي موجود في الجامعة هم أعضاء التدريس حصلوا على شهاداتهم العلمية خارج الأردن وجلبوا معهم ثقافات. عدا عن ذلك اليوم الإعلام نقل للناس التفاعل الاجتماعي الإيجابي. عشت شكرا. يعني لا نجد يعني شيء يميز القاعة الصفية أو تختلف فيه القاعة الصفية عن باقي الكليات والمعاهد الجامعية في الأردن، فالعلاقة إيجابية ومبنية على الود والاحترام والتواصل الإيجابي بين الطلاب. أستاذ قاسم، أول شيء سلموا على القهوة. سلام. الله، هاي سحر القهوة. والله سحر. شو هذا؟ معلش أمز عليها. أستاذ قاسم، اللي بحب أسألك يمكن استكمالا للنقطة اللي كان فؤاد عم يحكيها مع الدكتور محمد، قديش تشعر بأنه جامعة الحسين بن طلال أضافت لأبناء المجتمع المحلي وأبناء الأردن على وجه العموم من الناحية الثقافية التعليمية؟ ست رهف، إذا سمحت يعني أنا حاب أبدأ بأنه جامعة الحسين هي أول مكرمة لجلالة الملك عبد الله الثاني منذ أن تولى سلطاته الدستورية في عام 1999. هذه الجامعة كانت حلم لدى أبناء هذه المحافظة وباديتها، والحمد لله بهذه المكرمة تحول الحلم إلى حقيقة، فكانت المشروع الوحيد اللي ناجح على مستوى المحافظة وباديتها منذ تأسيس الدولة الأردنية. الجامعة لعبت دور كبير في إفتاح المجال أمام الطلبة والطالبات من أبناء المحافظة وباديتها، اللي كانت أول الظروف المالية تحول دون إكمالهم الدراسات الجامعية. الحمد لله الآن الجامعة يعني إذا بدك تقارنيها كمشروع انعكست على المحافظة وباديتها في كل القطاعات الثقافية الاجتماعية. يعني الآن الحمد لله عندنا نسبة عدد كبير من المتعلمين في الشهادة الجامعية الأولى،
وأيضا يعني برنامج الابتعاث في الجامعة أيضا كمان ساهم في أنه يعطي المجال أمام شباب وشابات المحافظة وباديتها بأنهم كملوا دراساتهم العليا وعادوا منهم. يعني على سبيل المثال الدكتور محمد أيضا وهناك زملاء له كثير يعني الآن هم اللي بيدرسوا في جامعة الحسين. وفي عنا احنا دائما مثل بيقول يعني في العامية كانوا كبارنا يقولوا ما بحرث البلاد إلا عجولها، يعني خاصة في ظل المناطق الطاردة لل يعني خلينا نقول للهيئات التدريسية والهيئات العلمية كلها. الحمد لله الجامعة يعني انعكست بإيجابيات كبيرة حقيقة على المجتمع، أنا أعني المجتمع في معان المديني والبادية، لأنه معان البادية والمدينة هي روحين في جسد واحد. حلو كثير الكلام. هي ليست دكتور محمد، هي ليست الجامعة الوحيدة في الأردن، في أيضا معان. جامعة البلقاء في عفوا في معان أقصد. نعم. هناك كلية مجتمع تابعة للجامعة البلقاء. طبعا هناك كليتين، كلية في داخل مدينة معان وكلية في الشوبك، يعني تعنى بالتخصصات الزراعية والمهنية داخل لواء الشوبك. نعم. كيف إقبال الشباب والشابات؟ يعني ما هي أكثر التخصصات خلينا نقول اللي أبناء معان مقبلين عليها؟ يعني حقيقة جامعة الحسين منذ نشوءها تميزت بأنه التخصصات الجامعية في الجامعة انسجمت مع طبيعة المنطقة. محافظة معان تتميز بالجانب التعديني، وجود نوعية من المعادن المختلفة، لذلك هناك لدينا كلية تسمى كلية هندسة التعدين. ولديها بعض التخصصات مثل هندسة البيئة والكيماوي وهندسة التعديل. أيضا هناك كلية تابعة لجامعة الحسين بن طلال في لواء البتراء، كلية للسياحة والإدارة الفندقية، أيضا تنسجم مع طبيعة المنطقة. إضافة لذلك لدينا كلية إدارة الاقتصاد وإدارة الأعمال لوجود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. طبعاً. هناك لدينا تخصص هو التخصص الوحيد على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وقد يكون على مستوى المنطقة، هو تخصص المخاطر وإدارة التأمين. نعم. وهذا من التخصصات الجديدة. الآن هناك توجهات بشكل كبير لدراسة الهندسة التعدين والهندسة البيئة وتخصص المخاطر وإدارة التأمين والإدارة الفندقية، وهذه التخصصات يعني يميزها أنها توفر فرص عمل حقيقية لأبناء المنطقة، لذلك عليه توجه كبير. 100%. وهذا التخصص فعلا دكتور في الجامعات الأردنية استحدثوه من 2002 وطالع. نعم. يعني مثلا أنا أذكر على سبيل المثال في 2000 في الجامعة الهاشمية هذا التقرير هذا التخصص ما كان موجود. نعم. يعني كل شيء بيتغير وكل شيء بيتطور. أكيد. يعني كان كلية التجارة كانوا يسموها. بالضبط. أدرس تجارة. أدرس تجارة ولعبد الحارة. أيوة. صارت تجارة واسعة. تجارة على طرف واسعة. يعني معلومة محافظة معان حقيقة تختزن في باطنها 80% من الثروات الطبيعية للمملكة الأردنية الهاشمية. طبعا. ولكن نسبة ضئيلة جدا مستغل من هذه الثروات. نعم. حقيقة احنا حابين نسلط الضوء على هذا الموضوع. نعم. بالفقرة التالية. نعم. انتوا طبعا رح تضلكم معانا اكيد يعني المكان المميز. ما تتركونا، بدنا اياكم معانا. بدي احكي لكم يا شوفوا كيف هلا لو رحتوا عند اخواننا اللي ورا الكواليس. هيني انا شايف صباح الخير ابو خالد، وكمان صباح الخير لسيد صلاح قباعة آل خطاب نائب المحافظ. شكرا كثير لكل جهدك انت واصدقائك واهل معان. صباحكم سعيد. انتم رايحين مضيعين عليكم جمال الصورة. انتم شايفيننا على الهواء هلا بس جمال الصورة مضيعينكم عليها. يعني احنا بنرجع لكم اكيد كل التقدير والاحترام والحب. وانا استاذ قاسم جاب لي معه الزي اللي معاني، فانا رح البس الزي خلال حلقة حلوة يا دنيا لليوم. تطلعي حلوة فيه اكيد. تسلم. في الاجواء هذه تسلم. تسلم. نشكرك استاذ قاسم الخطيب، اكيد متخصص اعلامي وصحفي ومذيع في اذاعة صوت الجنوب معان الجديدة، واكيد الدكتور محمد صاعي متخصص في علم الاجتماع والتربية بجامعة الحسين بن طلال. اهلا وسهلا فيكم. تسلم. وبدنا نكسبكم عنا بعمان بحلوة يا دنيا. الله يعطيكم العافية ولكم التوفيق. خليكم عبال ما نطلع فاصل. انا بقول بتعرفوا ليش؟ نشرب كمان قهوة من ازكى ما يكون. يا ريت. والله يلا فاصل.